اليوم الاتحاد المحلي لنقابة وجدة نظم هذه المسيرة الاحتجاجية تطبيقا لواحد البرنامج النضالي كان سطرو العنوان تاعو والمحور الأساسي تاعو هو هذا الغلاء نتاع المعيشة وهذا الأسعار نتاع المواد الأولية والمواد الاستهلاكية اللي وصلت لمستويات قياسية بالشكل اللي خلات المواطن والمواطنة يعجز تماما عن اقتناء هذه المواد الاستهلاكية. وبطبيعة الحال هذا الاحتجاج نتاعنا كيجي في غياب أي رد فعل حكومي من شأنه الحد من هذه الزيادات، على اعتبار أن ما تقوم به الحكومة حاليا هو عبارة عن ضر الرمادي في العيون ولا يمت بصلة إلى ما يسمى بالدولة الاجتماعية. أسعار المحروقات وصلت المستويات قياسية، البطاطس كذلك، الطماطم، القطاني بمعنى آخر كل شيء تزاد، ما كانش شيء منتوج ما تمش زيادة فيه، مواد البناء، العقار نتاع الصيانة، كل شيء تزاد، حتى الميكات تزاد فيها، حتى الكاغد تزاد فيها، كل شيء تزاد. وبالتالي المواطن والمواطنة اكتواوا بهذا النار نتاع الزيادات في الأسعار نتاع المواد الأساسية والمواد الاستهلاكية والمواد الغذائية، وما بقاوش قادرين يعني باش يلبيوا الحدود الدنيا من متطلبات العيش الكريم. وكما قلت هذا الشيء كامل اللي كان تفاجئه هو انه لا الرد لا على المستوى لا, لا لا بالنسبه للسلطات المحليه هنا في مدينه وجده اللي ما قدرتش دير بديل اقتصادي على اغلاق الحدود، على اعتبار ان هاد الحدود كانت تستافد منها الساكنه الوجديه، وكانت كتوفر واحد العدد كبير نتاع مناصب الشغل. بطبيعه الحال هاد المشاكل كتنضاف الى ما يطبخ في تهاليس الحكومه من تخريب نتاع الوظيفه العموميه وتفويت الخدمات العموميه الى الخواص، وتحديدا ما يطبخ في ما يسمى بالشركات الجهوية لتفويت الماء والكهرباء. بطبيعة الحال فاش كنقولوا التفويت نتاع الماء والكهرباء هذا عنده معنى واحد، أن الأسعار أو الفواتير نتاع الماء والكهرباء ستصعد هي الأخرى إلى مستويات قياسية. وكنتمناو من المؤسسات نتاع الدولة تباشر مهامها بشكل المطلوب، كنتمناو من مجلس المنافسة يكون حازم في القرارات نتاعو ويراقب فعلا
الاسعار نتاع المحروقات اللي اعترف بنفسه باللي انه الارباح هي ارباح خياليه، بل هناك من يقول ان ارباح شركات نتاع المحروقات تتجاوز الناتج الداخلي خام لعموم المغاربه. دونك حنا في مفترق الطرق، وصلنا الباب المسدود وما بقناش خيار اخر غير مقاومه يعني هذا الظلم وهذا الحقره اللي وهذه السياسه اللي كتنهجها الحكومه في حق عموم المغاربه. نقول لهم كذلك اننا لن نسكت وسنمضي قدما في التصعيد في اشكالنا النضاليه لغايه ارساء فعلا دوله اجتماعيه قوامها العداله والكرامه والحريه للجميع. في البدايه لابد انني نشكر كل القطاعات المتواجده معنا من الجامعات والقطاعات بالقطاع الخاص، وكذلك كنحيي اصدقاء الاتحاد المغربي للشغل. انسجاما مع البرنامج النضالي اللي صدر الاتحاد المحلي لمدينه وجده، وانسجاما كذلك على مقررات المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد في ديسمبر، فقرر الاتحاد الجهوي الاتحاد المغربي للشغل بوجده انه يصدر البرنامج نتاعو، والمسيره تاع اليوم جات على ضوء اللي كيف كتعرفوا واحد شعلت الاسعار، ارتفاع الاسعار، ضرب القدره الشرائيه، طرد العمال، ولا استجابه لا من السلطات. السلطات فعلا كتدخل، ولكن باش تدخل بقوه ولا تدخل بحزم باش ترد لهاد الاخوان تاعنا المطرودين اللي انطردوا على لشيء انهم طلبوا حق والحق نتاعهم داخل في قانون الشغل. فبهذه المناسبه كذلك اننا في الاتحاد المغربي للشغل بوجده اننا كنقولوا السلطات المحليه ولا السلطات المحليه ولا الحكومه كذلك على التراجعات اللي تراجعت لا من خلال التقاعد ولا بالنسبه للتعاقد ولا بالنسبه للصناديق تاع التقاعد التي افلست بنظر السياسات الحكوميه اللي جهزت على المكتسبات وحقوق الطبقه العامله. كذلك بهذه المناسبه نحيي جميع القطاعات والمناضلين نتاعنا اللي حضروا معنا اليوم والاصدقاء، والمساج اللي غادي ندوزو كذلك السلطات المحليه، وهي انها تدبر تدبير كيفيه تدبير الملفات الاجتماعيه. راه ما بقاش في الاجتماعات قد ما هي نحلوا المشاكل. واش هاد الناس هاد ارباب العمل اللي سيطروا على المشهد العام تاع العمل تاع الشغل نتاعنا في المغرب، واش ما كاينش قانون اللي يوقفهم في الوقت اللي هو كيطبق القانون على الطبقه العامله وكيطبق القانون على العمال في الوقت اللي هو حتى واحد ما يطبق عليه القانون؟ فنطلب السلطات المحليه والجماعه بخصوص ملف موبيليس انهم يدخلوا بحزم، لانه وصلت الامور حال قالوا الاخوان تاعنا وصلت لنا العظم المطرودين، فما يمكنناش حنا نتنازلوا على هذا الملف، وما يمكنناش غادي نرجعوا للور وغادي نبقاو غادي للقدام حتى نرجعوا هاد العمال نتاعنا بالتضحيات نتاعنا، بالتضحيات تاع الطبقه العامله وبالتضحيات تاع جميع القطاعات نتاعنا. فتحيه نضاليه، تحيه نضاليه ثم تحيه نضاليه لكل عموم الشعب المغربي والشعب والمجتمع تاع وجده واللي ساندونا واصدقاء الاتحاد المغربي للشغل. كذلك بغيت ندوز واحد لو ميساج. الجهه نتاعنا كتعرفوها ما كاينش استثمارات، ما كاينش عمل، ما كاينش فرص عمل، كاين واحد معطلين بالجمله بالالاف. فضروري انه هذه الجهه نتاعنا تعطلها وتخصص لها واحد الميزانيات اللي باش ترفع من القدره تاع العمل، وباش الاخوان والاخوات وابنائنا وبناتنا انهم يلقاو فين يخدموا وفين حتى هما يكون عندهم مستقبل. فتحيه نضاليه بحال اللي قلت، وتحيه نضاليه، ونشكر الاخوان اللي ساهموا في هاد المسيره واللي كانت مسيره ناجحه بامتياز، والحمد لله كل شيء راه واضح
وكل شيء راه باين قدامكم. وشكرا.